سلطة يعني، معايا خيار وطماطم وبقدونس وشبت وملح وخل وشطة. أوكي؟ طيب السر بتاع سلطة الحاتي هي إيه؟ إيه السر بتاعها؟ هقول لكم حالا. أولا أنا الطماطم بتاعتي بحطها عادي جدا بالشكل ده، خيار، تمام، ايه تاني، والبقدونس هحطه برضو. هي دي المكونات اللي انا هحطها في الاول، ما فيهاش مشكله. واديها شويه ملح طبعا، ده اساسي في اي حاجه ملح. طب السر هنا فين بقى في سلطه الحاتي؟ هقول لكم حالا، هقول لكم حالا. السر بتاعها ان احنا بنعمل لها، بنجيب الخل، الخل طبعا مكون اساسي هنا، الخل، وبنحط عليه شويه الشبت، الشبت، تمام، والبصل. انا عايزه بوله كبيره شويه يا سيد بعد اذنك، في بوله كده وسط يعني، دي كويسه اهي، دي كويسه قوي. يبقى حطينا الشبت والخل والبصل في بوله لوحدهم مش مع بقيه المكونات. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم حاضر، هرد عليكم حالا. وهنخلط المكونات دي مع بعض بالشكل ده واركنها واسيبها. هسيبها لحد امتى؟ هسيبها مثلا 5 دقايق 10 دقايق، لحد ما اجهز السفره والناس تقعد وتمام واحضر كل حاجه. هبتدي ان انا في الحاله دي اروح ضايفه المكونات دي على المكونات الثانيه، اللي هي البصل، اللي هي سوري الطماطم والخيار والبقدونس. اوكي؟ ادي الطماطم والخيار والبقدونس اهو مع بعضهم، ورشه ملح طبعا، وادي الشبت والبصل والخل مع بعض لوحدهم. فانا استاذ سمير معانا على التليفون، نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك بس ممكن نعرف طريقه العمل رز الكبسه؟ الرز ايه معلش يا فندم؟ رز الكبسه. البيكاتا؟ انا سمعت رز الكبسه. حاضر والله، انا قلت في للمشاهده كلمت قبل الفاصل انه ان شاء الله الكبسه عشان تفاصيلها كتير جدا وطريقتها ما ينفعش ان انا اقولها في عجاله يعني، لازم لها حلقه وان انا اعملها قدامكم بالتفصيل طبعا باذن الله قريب جدا، استنونا. طيب احنا دلوقتي اتفقنا انه حطينا الخيار والطماطم والبقدونس والملح وشويه شطه. حابين تستثنوا حته الشطه دي؟ ما فيش مشكله، بس في ناس بتحب الشطه جدا يعني. طيب وقلبنا المكونات دي. لا هي جميله، تفتح النفس، جميله. قبل ما اقدم الاكل على طول يعني، انا هغرف دلوقتي واحط على السفره، هبتدي احط بقى الصوص او يعني الشبت والبصل الاحمر ده وشويه الخل، احطهم على بقيه مكونات الايه، بقيه مكونات السلطه. يبقى كده بقى عندي احلى سلطه حياتي في الدنيا. هتلاقوا ريحه الشبت مسيطره جدا جدا مع الخل بقى، مش عارفه ايه، لما بناكل بره عند الحاتي بنبقى مش عارفين ريحه الشبت دي ازاي نفاذه كده، هو بيعمل ايه الطريقه دي. خلاص ونبتدي بقى نقدم السلطه بتاعتنا، يلا بينا عشان نخش على اخر وصفه او والحلو بقى، ختامها مسك زي ما بيقولوا. هنقدم الكنافه. طبعا ما فيش حد فينا في رمضان ما بيحبش يعمل كنافه في البيت، خاصة انه الحاجات بره بقت يعني اسعارها مرتفعة شوية، فانا حابة ان انا الطف على نفسي، ما بقاش كل حاجة بجيبها من بره، فممكن نعملها في البيت وتديني نفس النتيجة بل ممكن احسن كمان على